بسم الله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. بيتقوش الريح متانا ولا يراونا ولا يفكروا فينا ولا يتذكروا أسماءنا ولا يتذكروا حركاتنا الإصلاحية. بالوقت العداوة تثور وتولي على شدها. هذا يعني من كل مؤمن ومؤمنة أخي العالم ما هوش عدو التاريخ صحيح. احنا عشنا الويلات والفتن الكبرى عن طريق من يدعون الإنسانية والحضارة وهي قضارة. قلنا وهلما جرى يلزمكم تصحوا مفاهيمكم، خاطر مفاهيمكم كلها عرق عليها الصهاينة وأصحاب الكنائس والكرب، لأنهم محبوش يرجوا للرب. مدابهم عاصين ورافضين العودة إلى الرب، مداب رب يسخط فيهم ألوان وأشكال. حطوا في بالك يا اللي تحكم تو في السعودية واللي في البحرين ولا الإمارات، حطوا في بالكم اللي مصيركم معروف. احنا في القرآن ربي حدنا ما قال كل جماعة، كان تكونوا من الكرب ولا تكونوا من العجم، كل جماعة لا غير موحدة فهي هالكة ما دامت على رفض التوحيد. والسلام علينا أهل الإسلام بالتمام والكمال.